هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه البيهقي في الشعب. وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. هذا الحديث حديث صحيح، وسبقه ذكر أحب الكلام إلى الله، وهو أن يقول العبد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والذي يقول عليك بنفسك بعدما يؤمر بتقوى الله عز وجل، هذا به غرور في نفسه، وبه تعاظم وتكبر على الخلق وعلى الحق الذي هو الشرع. ولذا ذم الله عز وجل هذا الصنف كما في قوله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وكيف يأنف الإنسان من هذه الكلمة التي تأمره بتقوى الله وتذكره بتعظيم شرع الله، وقد قال الله عز وجل آمرا بها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها زيد بن حارثة لما قال عز وجل عنه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. والله عز وجل أمر المؤمنين بأن يتقوا الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والله عز وجل أمر المؤمنات واتقين الله. فعلى المسلم أن يكون متواضعا لشرع الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والموفق من وفقه الله.